السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا طلاب الصف الثامن في عموم أنحاء تركيا. في هذا العام الدراسي عام 2023 لديكم فرصة ذهبية في امتحان ليجاسي، لأني المطلوب في هذا العام مقرر قليل جدا، الكمية المطلوبة قليلة جدا بسبب الزلزال اللي ضرب تركيا في نهاية الفصل الأول الماضي. تقرر اني المطلوب في امتحان ليجاسي هذا العام هو فقط مقرر الفصل الأول، كل شيء أخذته بالفصل الثاني غير مطلوب بالامتحان، لذلك بسبب هذه الكمية القليلة يعني يفضل الكل يحضر نفسه ويقدم الامتحان، وإن شاء الله تحصلوا على علامات عالية جدا. هذا الكتيب أصدرته وزارة التربية يحتوي على أهم المواضيع المطلوبة منكم في امتحان الليجيسي. طبعا نحن مطلوب مننا 6 مواد فقط: التركية وماتماتيك وفن بالملاري وانقلاب والدين والإنجليزية. هناك بعض المناطق اللي فيها مثلا لغة ألمانية أو لغة فرنسية أو لغة إيطالية، أو بعض المناطق اللي فيها مدرسة مسيحية أو يهودية أو أرمنية أو كذا، فهذا غير مطلوب. المطلوب نحن مننا بشكل عام أول 6 مواد. نلاحظ مثلا بمادة التركية مطلوب مننا سوزجكتا أنلام بشكل عام، وأكثر شيء تشوك أنلام للك، يعني المعاني متعددة لنفس الكلمة. مطلوب ديملار وأتاسوزليري وأزديشلار و metindeki söz sanatları, el benzetme, kişileştirme, konuşturma ve karşıtlık, autizad ve abartma ve ila ahirihi. Hadihi el funun el lafziye el khamse, el meşhura ktir. Matlub minnena kaidet filimsiler. Matlub minnena geçiş ve bağlantı ifadeleri. Eli hinen hadihi el kelimat yani. Meta nestağdem oysa ki. Başka bir deyişle, özellikle, kısaca, böylece. ايك اولاراك سون اولاراك والى اخره. هي طبعا كثيره جدا وهذه امثله عليها. ممكن يجينا سؤال عن السوزجوك تاع الله، ويجينا سؤال عن الديم او اتاسوزو، ممكن يجينا سؤال عن السوس سناتلاري، سؤال عن فيليمسي، وسؤال عن جيتشيش في بالانتي فادلري. يعني كل واحده من هذه يمكن يجينا عليها سؤال واحد. اما متندا ان لام فراح يجينا من 10 الى 15 سؤال. يعني اكثر شيء مطلوب مننا نركز عليه هو متين دا انلام، يعني نفهم متنين كونوسو ومتنين انا فكري او انا دشنجسي او انا دويغوسو ياردمجي فكرلار الى اخره. كل شيء يتعلق بالنصوص يجب علينا ان نركز عليه. هذا اكثر موضوع سيأتينا عنه اسئلة. حكاية انصر لرا ايضا مهمة جدا، يعني ما هي الاولاي، الحادثة، المكان، زمان، شخص او كشي، فارلوك كادروسو يعني الأشخاص أو أبطال الحكاية. هذا ممكن 99% يجينا سؤال نحدد إما الزمان أو المكان أو الأشخاص أو الأولاي أورجسو اللي هي حبكة الحكاية يعني أو القصة. فهذا موضوع مهم جدا أيضا نركز عليه. تفسير النص وإجابة على الأسئلة تطرح على النص مهم جدا نركز عليه. سيأتينا سؤال عن جملة دا أنظلام، يعني ندان سونوش جملة لري أو أمار سونوش جملة لري أو كوشول كارشلاشترما بينزتما أرنك لأنديرما أبارتما نسنال وأزنال جملة لار ودويقو بليرتان إفادة لار زرين دا دورولور، يعني المشاعر أو العواطف اللي موجودة بالجملة. أيضا يجب أن نفرق بشكل جيد بين الفقرة والمقالة والدنما والرومان والديستان وإلى آخره، يعني أنواع النصوص كلها متين تورليري. وسيأتينا سؤال أو سؤالين يتعلق بالجرسال، يعني صورة وعليها مثال سؤال. ممكن تأتينا صورة كاريكاتيرية، ممكن يجينا أيضا مخطط بياني، وممكن أيضا يجينا جدول وإحصاءات وسؤال عليها. فهذا الموضوع سيأتي منه سؤال 100%، سؤال واحد فقط يأتي من هذا النوع. الكلمات اللي يتم التركيز عليها بلون غامق أو بخط مائل أو كذا، ممكن أيضا يجينا سؤال على هذا الموضوع، هذا ضعيف جدا. والميديا متني، يعني نص يتعلق بالسوسيال ميديا، وسائل التواصل الاجتماعي، نص فيسبوك أو تويتر أو كذا. هذه النصوص طبعا الغرض منها هي كلتور اكتارما او اولاي يورملاما او بلجلاندرما او ايلاندرما او اكناعتما. سيأتينا سؤال من هذا النوع. جرافيك تابلو تشيزيلجا تحدثنا عنها، يعني سؤال يتعلق بتفسير صورة او تفسير جدول او تفسير مخطط بياني.
وبالتأكيد يظن كورالر ونكترة ما إشارتلري سوف يأتي منها أيضا سؤال. هذا بالنسبة للتركشة، يعني لاحظ أن التركشة تقريبا مطلوب كل شيء، كل القواعد والقواعد الإملائية والنصوص. نركز أكثر شيء على النصوص، يعني مجرد ما نكون تكون لغتنا التركية جيدة، نعرف كيف نترجم بشكل صحيح ونفهم السؤال بشكل صحيح، فنحن حصلنا على الأقل 15 سؤال من أصل 20 سؤال بالتركشة. بالنسبة للماتماتيك رياضيات مطلوب مننا 4 وحدات، مطلوب الوحدة الأولى اللي هي تشاربان لار وكاتلار، ومطلوب أيضا الوحدة الثانية الكاركو كلوي فادلار، ومطلوب أيضا الفيري إشلاملي والأولاسلك، هذا المطلوب الرياضيات. مطلوب أيضا الجبرسال إفادلار أوزدشيكلار، العبارات الجبرية والمتراجحات الوحدة الرابعة يعني. فإذا الرياضيات مطلوب الوحدة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، وبالفن بليمنري أيضا مطلوب 4 وحدات، أول 4 وحدات، الوحدة الأولى اللي هي موسم لارو إكليم، الطقس والهواء والمناخ وإلى آخره، والوحدة الثانية تتعلق بالدي إن إيه جينيتيك كود، يعني الشريط الوراثي الحمض النووي عند الإنسان، والوحدة الثالثة اللي تتعلق بالباسنج الضغط، والوحدة الرابعة اللي تتعلق بمادة إندستري يعني المادة والصناعة، وأهم شيء طبعا البيريوديك سيستم النظام الجدول الدوري والعناصر الكيميائية. هذا بالنسبة للعلوم. الفان بنيبلاري مطلوب مننا 4 وحدات، وبالانقلاب مطلوب 3 وحدات فقط، الوحدة الأولى اللي بتحدث عن تاريخ الدولة العثمانية في القرن العشرين وحياة أتاتورك، ولادته ونشأته وحياته الفكرية وحياته العسكرية وحياته الدراسية، وأيضا الوحدة الثانية اللي بتعلق ببرنجي دنياسواشا الحرب العالمية الأولى والملي مجادلة، والوحدة الثالثة اللي تتعلق بالكورتلوس سواشا والملي مجادلة اللي هي دو جبهسي وجني جبهسي وباطج جبهسي. إذا محتوى الانقلاب المطلوب بسيط جدا، أول 3 وحدات فقط، وبالدين كلتورو أيضا نفس الشيء، مطلوب مننا أول 3 وحدات قدر إنانج الإمام القضاء والقدر، والوحدة الثانية اللي هي زكات في صدقة الزكاة والصدقة، والوحدة الثالثة دين في حيات الدين والحياة. هذه الوحدات الثلاثة مطلوبة من الدين. أما بالنسبة للغة الإنجليزية فهو عام، يعني مجرد ما نكون نعرف مفردات إنجليزية نستطيع أن نجيب عن امتحان الإنجليزي بكل بساطة، يتعلق فقط بالترجمة، يعني حتى قواعد لا يوجد، مطلوب مننا فقط مستوى IQ يعني مستوى ثاني. المطلوب فقط عبارة عن مفردات وفهم عام من أول 5 وحدات من كتاب اللغة الإنجليزية، أول 5 وحدات فقط مطلوبين من الإنجليزي وفهم عام، يعني لن يأتينا شيء من داخل الكتاب أبدا، لا نحفظ الكتاب وإنما نفهم بشكل عام، يعني نقوم مثلا بحل تيستات باستمرار، نتدرب على حل التيستات يكفي. بالنسبة للتركشة والإنجليزجة يكفينا فقط أن نتدرب على حل تيستات عامة، لأني لن يأتينا ولا شيء من داخل الكتاب المدرسي أبدا. بالنسبة للفان بليملاري والانقلاب والدين نحفظ الوحدات الثلاث الأولى فقط، والعلوم نحفظ الأول 4 وحدات، وبإذن الله سوف نحصل على علامات عالية جدا. حتى لو يعني أنا أعرف أن معظم الطلاب مشكلتهم بالرياضيات، فإذا تركنا الرياضيات كله فارغ لم نجيب ولا على سؤال رياضيات نستطيع أن نحصل على علامة عالية جدا. بالنسبة للمواد الحفظية بإمكانكم الاستعانة بملخصات هذه الثلاثة المترجمة للغة العربية، ملخص العلوم وملخص الانقلاب وملخص الدين، يعني إذا درسنا من هذه الملخصات نضمن علامة تامة بمادة العلوم ومادة الانقلاب ومادة الدين. يبقى علينا فقط بعض المفردات وبعض الفهم العام للغة الإنجليزية والتركية، وبذلك نحصل على علامة رائعة إن شاء الله. من لم يحصل على نسخة من هذه الملخصات المترجمة الثلاثة حتى الآن بإمكانه طلبها عبر الاتصال بالرقم الوارد أمامكم على الشاشة، ومن لديه من هذه النسخ فليسارع فورا إلى دراستها. يعني نضع خطة، نضع برنامج معين، كل يوم نقوم بإنهاء وحدة،
مثلا اليوم ندرس الوحدة الأولى من مادة العلوم، وغدا الوحدة الثانية، واللي بعده الوحدة الثالثة، واللي بعده الوحدة الرابعة. خلال 4 أيام بيخلص معنا مقرر العلوم، ننتقل للانقلاب. أول يوم ندرس الوحدة الأولى، واليوم الثاني ندرس الوحدة الثانية، واليوم الثالث ندرس الوحدة الثالثة. أنهينا الانقلاب خلال 3 أيام. ننتقل إلى الدين، وندرس في يوم الوحدة الأولى، واليوم الآخر الوحدة الثانية، واليوم الثالث الوحدة الثالثة. وخلال 10 أيام نكون قد انتهينا من هذه المواد الثلاثة. نتدرب على حال تيستات، ونتدرب على حال تيستات إنجليزي و تركتشا عامة، يعني أي تيستات لغة إنجليزية أو لغة تركية تكون مفيدة لنا، طبعا تتعلق بالليجاسي. وزارة التربية دائما تطرح تيستات من هذا النوع. نلاحظ إذا دخلنا إلى موقع وزارة التربية التركية وجئنا إلى هنا أرناكسورولار، لدينا هنا العديد من نماذج الأسئلة. كل شهر لدينا نماذج أسئلة من كل سنة، وكل سنة بكل الأشهر، فمن هنا نستطيع أن نأخذ نماذج أسئلة يعني كثيرة ومتعددة جدا، ونقوم بالتدريب عليها. نفترض جينا على هذا الموقع اللي هو ليجاسي بوان حساب لما، يعني هنا نستطيع أن نحسب ما هي علاماتنا. هذا بإمكانكم أن تكتبوا هذه على الجوجل، وتفتحوا هذا الموقع، أول موقع يصدر أمامكم، وتقوموا بالتجربة. إذا جاوبنا على 10 أسئلة صحيحة من أصل 20 سؤال تركتشا، بشرط أني ما نجاوب ولا سؤال غلط، وجاوبنا على 10 أسئلة صحيحة بالانقلاب، و10 أسئلة صحيحة بالدين، و10 أسئلة صحيحة بالإنجليزي، هذه المواد الثلاثة الانقلاب والدين والإنجليزي هذه يجب أن تكون علاماتنا التامة مضمونة فيها، لأنها سهلة وبسيطة، والمقرر المطلوب خفيف جدا. ونترك الماتيماتيك فارغ تماما، ما نجاوب ولا على سؤال الرياضيات. ولنفترض أجبنا على 15 سؤال علوم صحيح من أصل 20، وتركنا 5 فارغين ما نجاوب غلط. السؤال اللي لسنا متأكدين من جوابه نتركه فارغ. لنحسب الآن إذا أجبنا بهذا الشكل كم علامة سوف نحصل؟ حصلنا على 343 علامة، وهي تعتبر يعني علامة جيدة، تقريبا 344. ترتيبنا على تركيا بيطلع 22%، يعني ترتيبنا 22. بعام 2021 كان ترتيبنا 19. هاي النسبة طبعا كل سنة بتتغير، بس كما نلاحظ الترتيب عالي جيد، يعني بيطلع لنا كل سنويات الأناضول إن شاء الله، بشرط أني ما نجاوب أسئلة غلط. يعني إذا جينا هنا مثلا الفاميلي ميلاري، جاوبنا 15 سؤال صحيح وخمسة غلط، أضفنا هنا 5 غلط، نلاحظ الـ 343 كم ستصبح؟ صارت 337، يعني بسبب 5 إجابات علوم غلط نزلت علامتنا. لذلك لا يجب أن نجيب ولا على سؤال غلط، لأن الغلط بيحذف سؤال صح في مقابله وبينقص العلامات. إذا عندنا مثلا 10 أسئلة تركتشا متأكدين منها بنحلهم وبننتقل للمادة الثانية وهكذا. لنفترض نحن ضعيفين برياضيات جدا وما بنعرف شيء برياضيات، فبنترك رياضيات كله فاضي، ومع ذلك بنحصل على علامة رائعة بتأهلنا ندخل كل ثانويات الأناضول. وإذا كنتوا جيدين برياضيات وجاوبتوا على رياضيات، عندكم نقطة ضعف في مادة أخرى، فالمادة اللي عندنا نقطة ضعف فيها دائما نترك الإجابات فارغة ولا نجاوب بشكل خاطئ حتى ما تنقص علامتنا. وإن شاء الله إذا اتبعتوا هذه النصائح تحصلوا على علامات عالية جدا، و تحصلوا على ثانوية جيدة في العام القادم إن شاء الله. وأرجو للجميع دوام التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.